يوم أمس يتحدثون عن الترقيم، ومتى بدأ الترقيم؟ في سنة 94 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ومؤتمر برشلونة، أرقمك وأصنفك، مرة تحولتك لبعض المؤسسات لهم صنفها، هم يصنفوا فينا القاعدين، أنت عاقل أسمع الكلام، أسمع الكلام وأسمعني أنت زاد أيضا، ما هو لباس الصنفية، وباش يصنفونا وباش يحطونا في البطاقة الرمادية والأخرى، قالوا الجيم ويخلطوا حتى للياء ولا يخلطوا لأي رقم. المشكل أيضا هذه في التقسيم العربي للعمل، تسمع الكلام تونا نعطيك عدد باهي، ما تسمعش الكلام صفر، ولا التلميذ متوسط ولا قادر على ما هو أفضل. أيضا يجب أن يحترموا إرادة شعبنا. وأين الأموال التي ذهبت باعتراف مؤسسة دولية كبيرة كانت 21% من الناتج الداخلي الخام بيد عائلة، وثم لماذا كانوا يرسلون بطاقات التهاني ويعرفون أثر كل انتخابات أن انتخابات مزيفة، واليوم يتحدثون عن حكومة، الحكومة التي لم تتشكل ستتشكل في الساعات القادمة وسيتم الإعلان عنها.